ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل انبوكسنج لتابلت الثانويه العامه لدفعه 2020. يلا بينا نشوف الانبوكسنج. دلوقتي بقى الشباب هنبتدي نفتح علبه التابلت. يعني مكتوب من هنا سامسونج جالاكسي تاب اي 6، هنعمل علامه صح يعني ملوش لازمه. كاتبين فوق هنا بقى الابعاد 255.4 ملم، والشاشه 10.1، والذاكره الداخليه 32 جيجا. طبعا ال تي اي دي اللي هي يعني 4 جي، بس ملهاش لازمه اصلا هنا. يعني كاتبين هنا برضو ال تي اي كات 4 بتاعت النت، ونفس الحاجات اللي كاتبينها. كاتب لك بقى الشاشه 1920 في 1200، دي معناها ان هي فول اتش دي بلس، بس للاسف تي اف تي، فاللون ما يعتبر ما فيهاش لون اسود، بتبقى كحلي يا رصاصي. عندنا بروسيسور هنا 1.65 جيجا هرتز اوكتا كور بروسيسور، 2 جيجا بايت رام، فول اتش دي بلاي باك فيديو وريكوردنج. كده كده ما ينفعش تستخدم الكاميرا، فمش هتفرق معاك. عندنا كاميرا 8 ميجا بكسل خلفيه و2 اماميه، وزي ما قلت مش هتفرق معاك اصلا. في جي بي اس وجلوناس، والبطاريه بقى 7300 ملي امبير. انت ممكن تقول ان الرقم ده كبير، بس هو على الشاشه 10 بوصه مش كبير قوي. البريزيشن ده كمان حاطط لك هنا علامه اندرويد وكيدز مود وابكس مود. نبتدي نفتح بقى العلبه. هما في المدرسة فاتحين بس يعملوا سيت اب للحاجات، بعد كده بيرجعوا تاني الدول. هنلاقي هنا ده الجهاز عليه قماشة كده مكتوب عليها جالاكسي تاب اي 6. طلع التابلت، ده الجهاز. نفتح بقى الورقة، طيب نطلع الجهاز. اوه، اول حاجه من حيث كان شاشه كبيره قوي، كنت متوقع حجم يبقى 10 بوصه كده، حجم حلو، كنت فاكره يبقى اصغر سنه، بس حجم حلو. ظهر هنا من المط، فده حلو كده في الملمس، بيبقى بريميوم اكتر، بس كده كده انت تحط له الجراب عشان تحافظ عليه، فمش هتستفيد بالملمس ده، بس هو حاجه بيبصم يعني. يعني هو طالع العلبه اصلا مبص. ده هنا الكاميرا، في فلاش مكتوب هنا سامسونج، وده السيريال نمبر. نيجي هنا من تحت نلاقي عندنا سماعتين ستيريو، طبعا هنشوف صوته بنقول لكم عليها. من فوق عندنا الشاحن المايك يو اس بي والمايكروفون والجاك 3.5 ملم بتاع الهاند فري. تاني نفتح الجهاز، جهاز بتاع اي 6، نركنه على جنب ونشوف بقى محتويات العلبة. نلاقي هنا كتالوج محدش بيستخدمه، نلاقي الشاحن بتاعه، شاحن سامسونج عادي جدا. طبعا الشاحن 5 فولت واتنين امبير، بطيء مش سريع يعني. هنا طبعا هاند فري لكل مستنيه عشان ياخد استخدامه على الموبايل. اهي هي هاند فري بتاعت سامسونج من 2013 مبيغيرهاش. نلاقي عندنا وصلة الشاحن مايكرو يو اس بي مش تايب سي طبعا. بس وكده العلبة خلصت، مفيهاش اي حاجة تاني ولا فيها اي حاجة تاني. شوف بقى التابلت فتح. هما طبعا عاملين له سيت اب في المدرسه عشان يبقى جاهز معاك على طول التشغيل. هو طبعا فتحته يعني، نزلت عليه بعض الكتب ونزلت عليه كل البرامج دي. طبعا هنزل لكم فيديو لكم ازاي تنزلوا الكتب والبرامج اللي مش عندكم. بس وده كده كان فيديو النهارده، بس متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وشير. سلام.